يعني الصورة على حالها هنا وسط القطاع، نستمع بين حين وآخر لعمليات قص مدفعي، لكن هذه المرة شمال شرق مخيم البريج. الآليات المتمركزة داخل موقع فجة وموقع الكاميرا وهي مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي شمال شرق مخيم البريج تقوم بعمليات قص مدفعي باتجاه مناطق محادية لوادي غزة، باتجاه مناطق محادية لمنطقة الدعوة، وأيضا مناطق مجاورة لشركة الكهرباء. أكثر من قذيفة مدفعية سقطت على تلك المنطقة وضربت أراضي زراعية، لم يصب أحد بأذى نظرا لأن المناطق هي بطبيعة الحال هي مناطق خالية من السكان، وبالتالي الجيش الإسرائيلي سابقا أخطر سكان هذه المناطق وطلبهم بالرحيل والنزوح من هذه المحاور، محور وادي غزة، مناطق محادية لشركة الكهرباء، مناطق في حي الدعوة الشرقية، مناطق في بلوك واحد في مخيم البريج. هذه المناطق التي ذكرتها هي تتعرض لعملية قصف مدفعي من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي. منذ أمس أيضا الاحتلال يكثف من عمليات القصف المدفعي، يقوم بعمليات قصف لمنازل المواطنين في منطقة أبو مهادي وأرض أبو معلى إلى الغرب من النصيرات، إضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في مناطق غرب النصيرات، أدى ذلك لارتقاء عدد من الشهداء، وليس على سبيل الحصر مثلا في مناطق غرب النصيرات كان هناك استهداف مباشر لخيمة للمواطنين أدى ذلك لإصابة عدد من المواطنين وشهيد، فيما قصف الاحتلال أيضا عدد من العمال كانوا داخل أراضي زراعية يقوم بعملية قطف لثمار الزيتون، أدى ذلك لارتقاء ثلاثة من الشهداء، فيما قصف الاحتلال منزلين، منزل يعود لعائلة دغمش وآخر لعائلة أبو رخيم، أدى ذلك لارتقاء شهيد وهو طفل عبيد نصار وهو نازح من مدينة غزة، إضافة لعملية استهداف لمنزل أيضا في منطقة أبراج عين جالوت في النصيرات، أدى ذلك لاستشهاد ثلاثة من المواطنين وإصابة آخرين بعد قيام طائرة مسيرة باستهداف هؤلاء المواطنين داخل منزلهم المدمر أصلا، كانوا يعني يجلسوا أمام هذا المنزل. الاحتلال قام بقصفهم بشكل مباشر، فيما قصف أيضا خيمة في منطقة دير البلح، أدى ذلك لارتقاء شهيد وعدد من المصابين. الحال الأحوال على حالها والتطورات الميدانية لم تتغير هنا على ساحة وسط قطاع غزة، باستثناء أيضا تجدد عمليات القصف المدفعي وعمليات إطلاق النار من قبل طائرات الكواد كابتر وأيضا الطائرات المروحية التي تدخل سماء وسط القطاع وتقوم بعمليات إطلاق النار باتجاه محاور شمالية لوسط القطاع، مع استمرار العمليات التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في محور نيت سليم وعمليات إطلاق قذائف الهاون والرشقات الصاروخية، لا سيما في محور شرق وشمال منطقة نت سليم وسط غزة.